كورونا دوام الحال من المحال. افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله. لابد للعالم من الاعتراف بأن جائحة كورونا ليست الأسوأ التي شهدتها البشرية، وبطبيعة الحال لن تكون الأخيرة، لسيما إذا عدنا إلى التاريخ كي نتعلم من دروسه ونستفيد من عبره ونتفكر كيف تغلبت البشرية على الكوارث رغم إمكاناتها المتواضعة في الأزمنة الغابرة. في العام 536 ميلاديا غطى الغبار البركاني العالم طوال 18 شهرا وعم الجليد الأرض، فماتت المحاصيل الزراعية والمواشي في أمريكا وآسيا وأوروبا وغالبية الشرق الأوسط، وانتشر الجوع حاصدا عشرات ملايين الأرواح وخربت القرى والمدن. يوم ذاك لم تستسلم البشرية لقدرها، بل تشبثت بالحياة وابتدع الناس أساليب شتى للتغلب على الكارثة التي كانت من تبعاتها أن انتشر في العام 541 الطاعون الدبلي، وعرف وقت ذاك بطاعون جاستنيان، وفتك أيضا بالملايين، غير أن العالم تأقلم مع الكارثة الجديدة وحول الانكماش الاقتصادي نهضة صناعية واقتصادية، بدءا من التنقيب على الفضة وزيادة المحاصيل الزراعية وتربية الماشية إلى تطوير الوقاية التي تعتبر اليوم بدائية جدا. على مر التاريخ كانت الأوبئة والكوارث الطبيعية تضرب الكرة الأرضية، ورغم أن التقنيات لم تكن على ما هي عليه اليوم، غير أن الناس اجترحت معجزات، فنهضت العلوم الطبية والاقتصاد وتوسعت الموانئ وطرق التجارة. في القرن الميلادي السادس لم يكن النفط هو عصب الاقتصاد، كما لم تكن هناك طائرات وسيارات ومصانع تعتمد كليا عليه، ولا الدول تتنافس باستعراض إعلامي على نسب كل دواء أو عقار لنفسها، ولا صادر بعضها أقنعة الوقاية وأجهزة التنفس الاصطناعي كما يحصل حاليا، بل أوقفت الحروب وتعطلت الغزوات لأن الحاجة إلى التعاون كانت الأساس وليس الاستحواذ والهيمنة. يومها لم تكن وسائل الاتصالات والمواصلات بهذا التقدم الهائل، ولم يعرف العالم المختبرات الطبية والأبحاث كما هي حالياً، ورغم ذلك نتفاجأ يوميا بخبر عن دواء وأسلوب علاج ما، لنعود في اليوم التالي ونصاب بخيبة أمل، إذ حتى العطارين أصبح لهم رأيهم في هذا الشأن إلى درجة يمكن القول معها إن البشرية لم تتعلم من الماضي، وأن كل الإنتاج العلمي الهائل لم يقدم الحل الأنجع لوباء كورونا، وكأن الدول والعلماء فوجئوا بهذا الفيروس رغم أن هناك كثيرا من الدراسات حذر فيها الخبراء من أوبئة يمكن أن تنتشر في العالم، وربما هذا من سخريات القدر. لا شك أن الطبيعة تسير وفق منطقها الخاص ولا تخضع للبشر، إنما هم يخضعون لها. لذا رغم كل المعاناة الكبيرة في تلك المراحل استمر العالم بالحياة، ولأن دوام الحال من المحال على البشرية اليوم أن تتكيف مع الطبيعة وتقبل بنتائجها سياسيا واقتصاديا وتعمل على الاستفادة منها كي تتفادى الكوارث مستقبلا، لأن البداية كالنهاية متشابهتان، لكن الدروس تختلف والإنسان يحدد إذا كان سيستفيد منها أم سيبقى على سيرته الأولى.